ما هي أهم المهارات التي سيكتسبها الطالب لما يتمرن ويشارك في مسابقات البرمجة التنافسية؟ يعني الجميع يعرف أن البرمجة أصبحت من أهم مهارات التي يجب لأي شخص أن يكتسبها، والبرمجة هي مهارة ممتعة لما يتم إدماجها بحل المسائل تحسن من الأداء الأكاديمي للطلاب على عديد المستويات، على مستوى المنطق، على مستوى حل المشاكل الصعبة، على مستوى التنظم والعمل كفريق، كما تطور أيضا فكر نقدي للطالب فيصبح قادر على ابتكار حلول لمشاكل صعبة عدا عن فرص الشغل التي ستتوفر له لما يتمكن من هذه المهارات.